أهلا ومرحبا بكم من محافظة الغربية، بنحييكم وخاصة من مدينة كفر الزيات. النهاردة معانا قيمة علمية كبيرة، دكتور عبد الحليم أدري البصيلي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، دكتوراه المخ والأعصاب جامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور، النهاردة معانا في البرنامج، منورنا ومشرفنا بإذن الله في البرنامج. حضراتكم منورنا ومنورين كفر زيات والغربية كلها. ميرسي يا دكتور. دكتور عبد الحليم، لو بدأنا حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الغضروف عامة، آلامه إمتى، بنتوصل لجراحة. فقبل ما نبدأ كلامنا عن الغضروف، طبيعي إن احنا بنقول آلام الظهر عامة إيه هي، وحضرتك إزاي بتشخص في وجود غضروف من عدم. لو اتكلمنا في النقطة دي حضرتك هتقول لي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كفر الزيات ده اولا، واهلا بيكم في العيادة. بالنسبة لألام الظهر، هي موضوع شائع جدا لدرجة ان هو بيقولوا تقريبا 85% من الناس بيتعرضوا لألام الظهر في فترة من فترات حياتهم. بيكون سبب ألم الظهر في أنهم يتعثروا عن شغلهم أو يغيبوا عن شغلهم لفترات زمنية، فبالتالي هو موضوع مهم جدا. ألم الظهر ممكن يكون نتيجة أسباب معينة مباشرة من الظهر نفسه، الشهير عنها طبعا هي الغضروف وألام مفاصل العمود الفقري والإزاحات وبعض الأمراض الخطيرة التانية زي الكسور أو الأورام أو غيرها. ولكن ممكن تكون ألم الظهر كمان هو عبارة عن ارتداد من مكان تاني، يعني أشهرها قوي إن يكون مشكلة في الجهاز الهضمي في المعدة، أو أحيانا مشكلة في الحوض تسبب لنا بعض الآلام برضو الموجودة في الظهر، وما تكونش جاية من الظهر نفسه لكنها بتسمع في الظهر نفسه. فدي بالنسبة لأسباب آلام الظهر أو جزء منها، أغلب الأسباب منها. أشهر الأسباب المعروفة قوي واللي بتشكل بالنسبة لنا خطورة واللي هي مهمة ينكشف على عيان فيها وتتحدد أثناء الكشف، وهو ده بيبقى غرض الكشف الأساسي، ان احنا نطلع بالمشاكل اللي تشكل خطر على العيان زي الاورام زي الكسور زي الغضروف او حاجة معينة بنسميها كودا اكواينا، هو عبارة عن اختناق او ضغط شديد على الضفيرة العصبية السفلية اللي هي في اخر العمود الفقري، بينتج عنها ضعف في الساقين مع عدم تحكم في المخارج، دي بالنسبة لنا بتعتبر شيء من الطوارئ. فبيبقى غرض دايما الكشف على مريض ألم الظهر هو استبعاد الأربع حاجات الأساسية دول، إن يكون في أورام، إن يكون في التهاب، إن يكون في كسور، أو إن يكون في غضروف، أو أي شيء يؤدي للمشكلة اللي أنا لسه قايل عليها دلوقتي، إن يكون في اختناق شديد أو ضغط شديد على الضفيرة العصبية السفلية. تمام يا فندم؟ نتكلم عن أشهر مشكلة وهي الغضروف اللي هي بتشغل بال أكتر الناس. هل كل واحد عنده ألم في ظهره لازم يكون الألم ده نتيجة غضروف؟ عشان الناس تطمن، كتير جدا من ألم الظهر ما بيكونش أي علاقة بالغضروف نهائي. الظهر فيه عمود فقري من الفقرات من الغضروف من المفاصل، فيه عضلات حواليه، وزي ما قلت أحيانا الألم ممكن تكون مرتدة من أماكن تانية بعيدة عن العمود الفقري خالص. العمود الغضروف نفسه ممكن لا يشكل أكتر من 1-3% من أسباب ألم العمود الفقري، واللي بيحتاج جراحة منهم لا يتعدى 0.5% أو حتى أقل من 3.10%. ألم العمود الفقري كلها ممكن تعالج بأدوية بسيطة خالص مع جزء من الراحة، في خلال شهر واحد ممكن المريض ينتهي الألم تماما حتى لو كان عنده غضروف. إمتى نقلق إن يكون فيه غضروف؟ لو ألام الظهر مسمعة في رجل أو في ساق العيان، يمين أو شمال أو الاثنين مع بعض، يعني ده بيشككنا إن في ضغط على عصب من الأعصاب، وده بيرجح ولكن مش أكيد إن الغضروف. في أسباب كتيرة جدا تسبب هذا الموضوع، لكن أشهرها وأخفها هو الغضروف. بنعرف منين الحكاية؟ أثناء الكشف نفسه في وسيلة معينة للكشف الإكلينيكي اللي هو الكشف السريري، يعني بنعرف منه إن العصب مش بيتحرك بشكل سلس، في حاجة ضغط عليه، من هنا بنشك إن في احتمالات غضروف أو غيره. نقدر ننفي أو نستبعد عن طريق عمل بعض الأشعاعات، وأشهرها هو الرنين المغناطيسي. مش هو كل حاجة، عشان الناس بتفتكر ان الرنين المغناطيسي بيكشف كل شيء، لا، الرنين له ميزات وله عيوب، وفي حاجات تانية بنحتاج فيها حتى الأشعة العادية بتاعتنا لاستكشافها، وبتكون أفضل أحيانا في نقطة معينة عن الرنين. طب دكتور عبد الحليم، حضرتك شرحت شرح كامل ومفصل لألم الظهر اللي نهايتها ألم الغضروف اللي هو بيعتبر أبسط حاجة، أوكي؟
طيب انا لو عايزه اعرف من حضرتك الفئه الاكثر عرضه لالام الظهر او للغضروف هم مين في نظر حضرتك؟ الفئة الأكثر عرضة من ناحية الفئة العمرية هي الفئة المتوسطة، يعني من أول سن 20 لحد سن 50 60 سنة، دي الفئة العمرية لأنها الفئة العمرية الأكثر عملا وأكثر نشاطا. لكن ده ما يمنعش إن ممكن في أقل من كده أو أكثر من كده يكون موجود غضروف، لكن ما بيبقاش هو الأساس، نادر. يعني إحنا ممكن نلاقي غضاريف تحت سن 16 أو 18، لكن ده مش الشائع، ده يعتبر شيء نادر لكنه موجود. وممكن نجد غضاريف فوق سن 60 أو 70 كمان، لكنه برضه مش ده الشائع، لأن المفترض الفترة دي بيقل حجم السوائل الموجوده جوه الغضروف وبيبقى الضغط جوه اقل من العادي شويه. ايه اللي بيساعد على حدوث القصه دي؟ حقيقه هي قصه بتعتمد على فروق شخصيه من شخص لشخص، دي بالدرجه الاولى، لان ممكن في بعض الناس يكون عملهم الاساسي هو الشيل والحط وما يحصل لهمش غضاريف، في حين الناس ثانيه بنقول عليها في سيدنتري لايف او حياه مرفهه جدا، عايش حياته بيركب عربيه طول النهار ما بيجهدش، ونفاجئ برضه انه عنده غضاريف. القصه بتعتمد في اساسها على توزيع وزن الجسم او حمولة الجسم على العمود الفقري بشكل سليم من كل الاتجاهات. لو ده لم يحدث وكان في تركيز وضغط على منطقة معينة وبالذات المنطقة الامامية، بينتج عنها زيادة في الضغط في المنطقة الخلفية من الغضروف، وينتج عنها جروح الاول في الغضروف، جرح ده يبدأ يتعمق ويزيد لحد ما يحصل حاجة معينة تزيد فيها الضغط بشكل سريع، ينتج عنها خروج المادة اللي داخل الغضروف للخارج، وهنا تبدأ المشكلة. تمام كده؟ في الغالب ده بيحصل كتير مع الوقفة كتير، مع التوطية والشيل بشكل غير سليم، لأن احنا ممكن نوطي ونشيل بشكل سليم. لازم ننزل ظهرنا كامل مفرود ونطلع ظهرنا كامل مفرود. تاني الظهر بيتسبب في ده. تبقى أكثر وضوحاً، ده أنا كتبت بيوضح العمود الفقري، الأبيض ده هي الفقرات، والجزء الأقل ده هو الغضروف. دي الفقرات ودي الغضاريف، من ورا هنا دي المفاصل اللي موجوده بين العمود الفقري، والاصفر ده هي الاعصاب الطرفيه اللي خارجه من العمود الفقري. الغضروف زي ما احنا شايفين هو مجرد وساده، الوساده دي بتتكون من غلاف خارجي، رباط خارجي، وماده جواها، الماده اللي جواها شيء ما بين اللين والصلب، ليست لينه وليست صلبه، ملمسها تقريبا قرب ملمس الانف كده. المادة دي مهمتها هي امتصاص الصدمات بتاعة العمود الفقري، طول ما احنا بنتحرك بنمشي راكبين مواصلة أو غيره بنتعرض لنوع من الصدمات أو من المقاومة. الغضروف مهمته يمتص هذه المقاومة عشان خاطر نتحرك بسهولة، وكمان من ضمن وظائفه يسمح بحركة العمود الفقري في اتجاهات مختلفة بمنتهى اللين واليسر، يمين أو شمال، أمام أو ورا، بنفس ببساطة شديدة جدا. امتى يحصل مشكلة في العمود الفقري، أو بمعنى أصح آسف في الغضروف نفسه؟ لما يكون توزيع القوة أو الضغط على الجدار الغضروف ده غير متساوي، مش في كل الاتجاهات، لا، أنا كل مرة بتني ظهري لقدام، فبالتالي هيتوزع القوة للخلف. هل كل الغضاريف هتتأثر؟ لا، اللي بيتأثر دايما هو أكتر مفصل متحرك، وهو دايما في الغالب الفقرتين الأخرانيين ما بين الخمسة القطنية والأولى العجوزية، أو ما بين الرابعة القطنية والخمسة القطنية، دي أكتر منطقة عرضة للحركة، وبالتالي فهي أكتر منطقة عرضة للإصابة. هل الباقيين ممكن يحصل فيهم؟ ممكن، ولكن بدرجة أقل، الدرجة الأكبر في الاثنين دول. لما بنتحرك لقدام زي إن أوطي أو أشيل، بينتج عنه ضغط كامل للغضروف من ورا، ضغط شديد للخلف. الضغط اللي بيحصل في الخلف بيسبب جرح في جدار الغضروف. الجرح ده أمره هين جدا، لأنه بيلم زي أي جرح في خلال 10 أيام لأسبوعين أو أكتر شوية، مع الراحة وعدم تكرار نفس الحركة. ويمكن هنا الألم بيعتبر وسيلة دفاعية من عند ربنا سبحانه وتعالى للجسم، بتجبره على عدم الحركة، أو حتى تحطه في وضع معين وهو غصب عنه مش قادر يفرد ظهره، أو غصب عنه مايل على جنب. الحركة دي بتبقى وسيلة دفاعية من الجسم عشان تجبره على وضع معين، اللي هو الوضع اللي يسمح بالتئام هذا الجرح. خلال وقت معين بياخد من أسبوعين لأكتر، بيلتئم وبتنتهي الأمور وبتبقى كويس. طيب ما حصلش والشخص ده استمر في عمل هذا الحركة بشكل متكرر لأكتر من مرة لأكتر من وقت، الجرح ده بينتج عنه جرح آخر وجرح آخر، وبيتعمق الجرح لدرجة إن ممكن مع توطية فجأة، شيل فجأة، كحة فجأة، حاجة رفعت ضغط الغضروف ينتج عنها فتح كامل في الجدار بتاعه وخروج للمادة الداخلية الموجودة، وهنا بتبدأ المشكلة. مجرد ما بتخرج بيبقى ده منظرها، الأحمر اللون الأحمر الموجود في الماكيت ده، أول ما هتخرج هتكون نتيجة إنها هتضغط على الجهاز العصبي أو الأعصاب الطرفية للفرجة أو النخاع نفسه من الداخل. تمام يا فندم؟ لو ضغط على العصب الطرفي من بره بتكون النتيجة إن المريض بيشتكي بألام في الساق على حسب الاتجاه اللي فيه مشكلة، يعني يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال.
مكان الالم اللي هيحصل هيتوقف على العصب نفسه، هل هو بين الرابعه والخامسه او بين الخامسه والاولى، لان كل عصب بيغذي منطقه حسيه وحركيه معينه. لو ضغط في النص بتكون هنا المشكله الاكبر بقى بالنسبه لنا، اللي احنا لسه كنا بنقول عليها، ان يضغط على الضفيره العصبيه اللي موجوده جوه النخاع الشوكي هنا، ضفيره عصبيه كامله، مجموعه الياف عصبيه كبيره كده اللي هي بتغذي كل النص التحتاني من الجسم. دي لو انضغط عليها بشكل مفاجئ او حتى مش مفاجئ بس تدريجي وعلى مدار فتره طويله، بينتج عنها ضعف في النص التحتاني من الجسم وعدم تحكم في المخارج، ودي بالنسبه لنا تعتبر طوارئ بالنسبه للعمود الفقري، لابد من التدخل فيها بشكل سريع جدا. التدخل الجراحي على طول. جراحي بدون نقاش لفك الايه السده الموجوده دي. ده بالنسبه للغضروف. هيك من شويه كنت سالتي امتى يحصل سقوط الادم بقى؟ سقوط الادم يحصل امتى؟ وقت الغضروف خرج اهوت وضغط على العصب، العصب ده كائن حي بيوصل له دم وبيتغذى، تمام؟ لما الضغط عليه عن طريق الغضروف، اولا الضغط نفسه سبب للمريض الم، والالم ده بالنسبه لنا احنا يعتبر علامه كويسه، لان معناه ان العصب سليم وبيستجيب. لكن لو استمر الضغط عليه فتره زمنيه طويله للاسف بيحصل نقص في الامداد الدموي الناتج عنه، زائد ان نتيجه الضغط نفسه بيتلف العصب الحسي اللي هو موجود داخل الضفير، داخل العصب ده من جوه. فينتج عنه ان المريض يشتكي التنميل، الالم يقل ويحل محله التنميل، دي علامه سيئه جدا لان معناها ان العصب بدا يتلف. طيب تركناه بعد كده كمان ازيد بعد التنميل. بعد ما تلف العصب الحسي يبدا يتلف العصب الحركي، ويكون النتيجه ان العضلات اللي بيغذيها العصب ده لا تعمل. لو كان العصب ده بين الرابعة والخامسة أو بين الخامسة والأولى، ينتج عنه سقوط في الأدم، أدم المريض ينزل ما يقدرش يرفعه لفوق خلاص. ودي تعتبر برضو بالنسبة لنا نوع من الطوارئ، لابد من التدخل فيها بشكل سريع جدا خلال 24 ساعة ماكسيموم 48 ساعة، وبرضو مع العلم ممكن ترد الرجل وممكن ما تردش، وده بيتوقف على حجم التلف اللي حصل في العصب نتيجة فترة الضغط. ده بالنسبة لسؤال حضرتك بالنسبة ليه بيحصل سقوط الأدم. طب دكتور عبد الحليم، احنا اتكلمنا ووضحنا كل الام الظهر وعلاج الغضروف، تمام؟ علاج الغضروف احنا عارفين ان في نوعين من العلاج، نوع علاج دوائي ونوع علاج جراحي، اوكي؟ طيب عايز اعرف من حضرتك امتى بنبدا بالدوائي، او فيما معناه الحاله اللي هي البسيطه اللي فيها اللي حضرتك بتشخصها عن طريق الكشف السريري انها تحتاج لعلاج دوائي بس، في مرحلة تانية اللي هي أشد شوية علاج جراحي، في حاجة تانية جديدة خالص في عالم الطب اللي هي الحاجات اللي لسه بنعملها أو بنكتشفها عشان نعالج الغضروف. عايزة من حضرتك إجابة السؤال ده بشكل توضيحي للمشاهد عشان نطمن طرق العلاج بتفيد المريض السيء. بالنسبة لطرق العلاج للغضروف بالتحديد، أولاً الجزء الاولاني اللي هو ان احنا بنبدا بعلاج التحفظي. امتى ندي علاج تحفظي للمريض؟ ما دام ما فيش اصابه في الجهاز العصبي، يعني انا كشفت عن المريض كلينيكيا وما لقيتش اي اصابه في الجهاز العصبي، يعني ما عنديش ضعف في الادم، ما عنديش نقص في الاحساس في منطقه معينه بيغذيها العصب. المريض بيتحكم في المخارج كويس، ما عندوش مشكله في التحكم في البول او في البراز. هنا انا اقدر ادي العيان فرصه لعلاج التحفظي. تمام يا فندم؟ العلاج التحفظي عباره عن راحه لا تزيد عن 4 أيام، يوم أو 2 أو 3 بكتير. أكتر من 4 أيام بيبدأ يحصل ضعف في العضلات، وده يسوق لنا المشكلة ما يحسنهاش. مع بعض الأدوية زي المسكنات زي مرخيات العضلات، ده بيحسن كتير كتير من المرضى في خلال فترة زمنية تصل لشهر أو شهرين. تمام يا فندم؟ طيب إمتى نلجأ للجراحة؟ أول حاجة اتكلمنا عنها هي الحاجات اللي تستدعي الجراحه الطارئه، اللي لسه ذاكر منها حاجتين دلوقتي، ان يكون حصل ضعف زي مثلا سقوط جزئي او سقوط كلي في الادم، وفي فتره زمنيه قليله، يعني خلال 24 ساعه 48 ساعه. الحاجه الثانيه ان يكون عندي ضعف كامل في الطرفين او سقوط في الادمين مع عدم تحكم في البول او في البراز، في الحاله دي ده بيستدعي تدخل جراحي برضه عاجل، اذا كانت القصه خلال اول 24 ساعه او 48 ساعه. او لو كانت ازيد من كده برضه بنتدخل، ولكن فرصه عوده المريض بتقل كتير جدا عن الفتره الزمنيه القريبه دي. امتى ما يكونش الامر عاجل؟ براحتنا، هنحدد الوقت براحتنا. هو غضروف عادي مسبب للمريض بعض الضعف الحسي او الحركي البسيط اللي ممكن نحدد فيه ونتفق على ميعاد الجراحه حسب ما يرضي العيان ونتفق معاه. نيجي الموضوع
او في احتمال تاني كمان ولو انه مش كبير قوي، ان يكون الالام شديده جدا والمريض لا يتحملها ومش قادر يصبر على علاج التحفظي الفتره الزمنيه اللي احنا بنقول عليها اللي هي تكاد تكون من 6 الى 8 اسابيع، اللي هو من شهر ونص الى شهر. في بعض المرضى ما يستحملش ده وبيقول يعني مش معقول افضل اخد الدواء ده كله، وفي احتماليه ان انا بعد ده كله كمان ممكن اعمل جراحه. لا انا عايز اعمل جراحه مش عايز استنى. الجراحه هل هي مجرد الفتح الجراحي اللي احنا بنعمله واستئصال وضروب بس؟ لا، طرق جراحيه مختلفه كتير جدا. بتعتمد على ايه؟ مش بتعتمد على اختيار الطبيب، مش انا اللي بقول لا انا ينفع اعمل ده وينفع ما اعملش ده عشان مزاجي الخاص، لا خالص. وفي نقطه ثانيه عايز اوضحها، المريض اللي بيحتاج علاج مختلف عن المريض اللي بيحتاج جراحه، يعني المريض اللي بيحتاج علاج بيبقى بظروفه مش محتاج جراحه، هو حاجه بسيطه وهتيجي بالجراحه. اما المريض اللي حصل فيه انفجار في الغضروف وضغط على الجهاز العصبي بدا اثر العصب عليه، مفيش نقاش هنا ان انا اقول له لا خد فرصه بالعلاج، لا ده محتاج جراحه ومفيش انتقال من ده لده. ان بعض المرضى بيقول ما تديني فرصه بالعلاج الاول ما يمكن. معلش مفيش هنا احتمالات يمكن. في حاجه معينه لازم نقول فيها جراحه، وفي حاجه ما انا بقول اه هتاخد علاج وخد فرصتك وما عنديش مشكله ما دام انا ما عنديش اضرار ممكن تحصل للمريض. قررنا ان هنعمل جراحه. الجراحه يا بالفتح المعداد او بنعملها التراديشنال لمنكتومي اللي هي الفتح العادي بتاعنا، بنفتح فتحه في الظهر عاديه خالص، بنشيل جزء صغير من العظم هنا وبندخل من الفتحه الدائريه الصغيره دي ونشيل فيها قطعه الغضروف اللي خرجت من هنا وننظف اي جزء خارج وبنحافظ على السليم سليم زي ما هو لانه له وظيفه. تمام كده؟ بيبقى الغرض الاساسي ان احنا نرفع الضغط عن هذا العصب من الغضروف، ده الغرض الاساسي من المعداد. ده التراديشنال او العادي او اللي بيتم في كل الناس. تمام كده؟ هل في حاجه في امور حديثه؟ ايوه في، اللي هو استخدام المناظير. أيوة. خلاص كده، والمنظار في منه اللي من الخلف وفي منه اللي من الجنب. هل كل الغضاريف ينفع استخدام فيها المناظير؟ هو حاليا نقدر نقول اه بنسبه 99% كله ينفع استخدام فيه المناظير. تمام كده، لكن في حاجات بيبقى فيها ضيق شديد في القناه الشوكيه وعلى اكتر من كذا مستوى وبيحتاج فيها احيانا نتيجه اعوجاج في العمود الفقري او ازاحه في العمود الفقري، بنضطر لتثبيت العمود الفقري بواسطه شرايح ومسامير. هنا يبقى استخدام المنظار اقل قيمه، لان انا كده كده مضطر ان انا اركب مسامير واركب شرايح واركب حاجات، فهضطر ان انا افتح اكتر من مستوى. طبعا تمام كده. طيب في حلول تانية بيسمعوا عنها الناس اللي هي الحقن او التردد الحراري او الكلام، هل ينفع؟ ينفع، ينفع بس مش مع الغضروف اللي ضغط في النص، ينفع مع الغضروف اللي ضغط على ناحيه جانبيه واحده وغضروف مش منفجر. بنقول عليه كونتيند. يعني ايه كونتيند؟ يعني الجدار مازال سليم، مجروح وبارز ولكنه سليم. لان فكره التردد الحراري او الليزر، احنا بندخل من زاويه هنا بنسميها السيف انجل او زاويه امنه ما بين العصب وما بين الغضروف بابره جوه نص الغضروف نفسه. الابره دي بتبقى ابره التردد الحراري، بتبقى ابره الليزر، والفكره واحد في الاثنين. احنا بنكوي الغضروف من داخله حوالي حجم نص سنتي. الكوي ده بيقلل الضغط جوه الغضروف فيسمح للجزء البارز او الخارج انه يرتد خلال شهر. يعني المريض مش بيطلع بعد الحقن او غيره 100%، هو بيطلع 100% لان احنا بنحقن على العصب مسكنات الام عشان العيان يطلع بعد ما يكبس، لكن الارتداد بياخد تقريبا شهر على ما يحصل. في الوقت ده يبقى لازم المريض في الراحه طبعا تامه. طب مش تامه ولا حاجه، لكن راحه بعيد عن الوقفه الكتير، بعيد عن التوطيه والشيل والكلام ده. ده بالنسبه لموضوع الحقن او ما يطلع، مش الحقن اللي هو التردد الحراري او الليزر. وده بينفع زي ما قلنا في الغضروف اللي بنقول عليه كونتيند او جداره سليم غير منفجر، والغضروف جانبي مش ضاغط في النص. يعني باختصار عشان ما يبقاش الكلام تقيل، لكل مقام مقال. يعني ما ينفعش مع نفس العيان يتعامل كل حاجه، لا، كل مريض حسب المشكله اللي عنده يصلح معاه شيء ولا يصلح معاه شيء اخر. اللي بيحدد ده طبعا هو الطبيب المعالج نفسه، هو اللي بيقرر ايه اللي هينفع. تمام. من الحديث دلوقتي بندخل بمنظار من اسفل الظهر خالص وبنطلع للامام ويتم امتصاص الغضروف او شفطه من المكان الموجود فيه. دي برضو احد الطرق الحديثه من ضمن طرق المناظير الموجوده، اللي هي طرق الجراحه بالمنظار. بالمنظار برضو. طب دكتور عبد الحليم، احنا اتكلمنا عن الام الظهر واتكلمنا عن غضروف الظهر وشرحنا شرح تفصيلي كبير عن اعراضه وطرق علاجه سواء دوائي او جراحي، كل حضرتك ده وضحته لنا وخصوصا على المودلز. فهنا هتطرق بقى غضروف الظهر خالص بغضروف برضو لا يقل عن غضروف الظهر اللي هو غضروف الرقبة. ده بيعاني منه ناس كتير جدا، وطبعا حاجة مقلقة برضو ما تقلش عن كده، بيتعمل لها برضو عمليات جراحية او منظار او علاج دوائي. فمريض غضروف الرقبة زي ما حضرتك شرحت لنا كده
الام الظهر او غضروف الظهر بمعنى اصح. عايز اعرف برضو بحضرتك الام الرقبه بتبدا ازاي، وازاي نشخص ان فيها ده غضروف رقبه ولا الام عاديه في الرقبه. عايز اعرف طبعا اجابه سؤال من حضرتك. بالنسبه للغضروف العنقي مختلف شويه عن الغضروف القطني، واشد خطر من الغضروف القطني. المنطقه القطنيه فيها ما يعرف باسم الألياف العصبية القطنية، وليس فيها نخاع شوكي مباشر. النخاع الشوكي بينتهي ما بين الفقرة الأولى والثانية القطنية. الأطراف العصبية أي تلف فيها ممكن يسبب ضعف في عضلة أو غيره أو حاجة بسيطة، لكن المنطقة العنقية فيها النخاع الشوكي مباشرة المتحكم في كل جسم، فيما تحت العنق، في الذراع، في النفس، في كل شيء ما تحت ذلك. غضروف العنقي زيه زي الغضروف القطني، ممكن يكون جانبي ويضغط على عصب من الاعصاب، وفي الحاله دي بيعمل الام شديده طبعا في الدراع، مع تنميل، مع حرقان، مع ضعف برضه في الايد على حسب العصب اللي اتصاب. والاسوا ان يكون في النص، في الحاله دي بيعمل تكتيف شديد جدا في الايدين والرجلين، زي ما قلنا ده النخاع نفسه. النخاع ده كانه حاجه لها قيمه زي قيمه المخ نفسه، حاجه تاثيرها شديد جدا على العيان. فبيبدأ يحس بتكتيف في ايديه الاثنين، في رجليه الاثنين. ما بتبقاش القصه الام، العيان بيشتكي ان هو مش قادر يمشي، مش قادر يجري، لو اي شيء قابله على الارض، زلطه، طوبه، حاجه بسيطه، يكعبل ويقع. بيبدا برضو التحكم في المخارج يختل، مبقاش قادر يتحكم في البول، مبقاش يتحكم في البراز، وبالذات بالبول. الامر هنا مختلف، يعني الامر هنا ما بيديش فرصه قوي زي القطنيه ان احنا نقول طب ندي علاج، ما بندي، لا، ما دام في اعراض من هذا الموضوع بنضطر نتدخل جراحيا فورا لاستئصال الغضروف، اذا كان واحد او اثنين او ثلاثه من المنطقه الاماميه. غضروف العنق مختلف شويه عن القطنيه، القطنيه بنتدخل بنسبه 99.5% من الخلف. ما بنلجاش للامام الا في ظروف معينه خالص، ما بتعتمدش على الغضروف قوي، بيبقى لها اسباب ثانيه. انما في العنقيه احنا بنحب جدا نشتغل من الامام، لان من الامام هقدر استأصل الغضروف بشكل كلي. ما اقدرش ادخل من الخلف استأصل الغضروف، امر صعب جدا، لان انا بتعامل مع نخاع شوكي ما اقدرش المسه، اللمس فيه بيكون له ثمن غالي. فبندخل من الامام وبنستأصل الغضروف كله كاملا. لكن لو الاعداد، عدد الغضاريف كتير، 4 5 6، يصعب التعامل من الامام بالطريقه دي خالص. فبنلجأ للخلف عن طريق توسيع لمجرى القناه وليس استئصال للغضروف. هل ممكن نستأصل الغضروف من الخلف؟ ممكن، عن طريق حاجة معينة كده من الجنب مش من النص. بندخل مباشرة على العصب والغضروف ونقدر نشيله من فتحة صغيرة خالص من الخلف، ودي بنلجأ لها في بعض الحالات. لكن الأسهل والأحسن احنا نستأصله من الأمام. غضروف العنقي مختلف عن القطني، أنا القطني بستأصل الغضروف وممكن ما عوضوش بحاجة تانية، ما حطوش مكانه حاجة. لكن في العنقي لابد ان انا احط مكان الغضروف العنقي حاجه، فاحنا بنستخدم قفص كربوني حاليا. كنا زمان بناخد رقعه عظم من الحوض نفسه ونحطها مكانه، حاليا بقى في قفص كربوني جاهز، بنقوم بحشو بعظم ممكن من الحوض وممكن عظم صناعي، بنحطه جواه وبنقوم بزرعه مكان الغضروف العنقي لو بنشتغل من الامام. ده الحديث بقى. تمام يا فندم. استخدام المناظير في العنق من الخلف يعني مش زي القطنيه والعجوزيه خالص، ما زال الامر برضو محدود شويه. بس في الحاله دي بنبدا بقى بالعلاج الدوائي الاول ولا ما ينفعش؟ ما هو مش كله، ما انا وضحت لو غضروف جانبي بمعنى انه جانبي ومفيش ضعف في الجهاز العصبي، القصه مجرد الام فقط، فممكن ندي المريض فرصه للعلاج التحفظي. اما اذا كان في ضعف في الاعصاب او مشكله في الاحساس نتيجه هذا الغضروف، فلا بد ان احنا ندخل جراحيا. لو في النص وعامل اعراض اللي انا وضحتها، تكتيف، عدم التحكم في المخارج، الحاجات دي كلها لابد من التدخل الجراحي وبشكل سريع، وبيختلف التدخل على حسب عدد الغضاريف الموجوده. لو كان اقل من 3 فبتدخل من الامام، اذا كان اكتر من 3 فبتدخل من الخلف. هتختلف على حسب الحاله نفسها. طب دكتور عبد الحليم، هو دلوقتي حضرتك برضو المهم دلوقتي اللي بيزعل الناس كتير بقى، اللي هو يعني مش هنقول مريض السمنه، الانسان اللي هو وزنه زايد عن المعدل الطبيعي. انا من وجهه نظري ان ده فعلا اكتر الانسان عرضه للغضروف. ما بيجي حتى حد لحضرتك تقول للسيده انت وزنك زايد، ده هو ده اللي مسبب لك، فبتتضايق. الراجل نفس الكلام. طيب عشان احنا نصيحتنا
تبقى في محلها، ونقول فعلا السمنة من اهم الاسباب. بس عايزه يعني اشرحها المشاهد معايا دلوقتي يقتنع فعلا ان ده سبب رئيسي واساسي لوجود الغضروف اساسا عند اي انسان عادي او مريض. حضرتك هتقول لي ايه في موضوع السمنه؟ فالسمنه درجات، اولا مش كل سمنه تعتبر امر خطير بالنسبه للغضروف، لكن ما نقدرش ننكر ان زياده الوزن طبعا تخلي الشخص اكثر عرضه لحدوث الغضروف، دي حقيقه. وممكن جدا لما تكون السمنه مفرطه جدا تمنعنا حتى من ان نقدر نعالجه مظبوط، لان في بعض الناس بتكون السمنه سبب مانع لاجراء الجراحه وسبب مانع لاجراء التخدير، ما يقدرش ياخد بنج بسبب الوزن الزايد، وما نقدرش ننيمه على بطنه لان الجراحه بتتم من عيان نايم على بطنه بالنسبه للجراحات القطنيه بالوزن الزايد ده، فتمنعنا كتير من اننا نقدر نديله تخدير عشان ينام، وتمنعنا نقدر حتى نعمل جراحه له بسبب الوزن. وكتير من الناس بنضطر نقول لهم لا انزل في الوزن الاول عشان نقدر نتدخل او نقدر نعمل اي نوع من التدخل الجراحي. فالمحافظه على الوزن المثالي شيء كويس جدا. مش عايز برضه ازعل الناس كلها، مش كل الوزن الزايد يعتبر كارثي، لكن في وزن زايد جدا 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 يعتبر فعلا مانع وسبب في نفس الوقت، هو سبب للمشكله ومانع لحلها في نفس الوقت. ما دي المشكله، امر منتهى الصعوبه لحلها طبعاً. لان احنا على ترابيزه العمليات المريض بينام بشكل معين وبيتخدر بشكل معين، بيتطلب ظروف معينه، ده بيعود بقى معانا طبعا. بالظبط، الوزن الزايد ممكن يكون سبب في منع التخدير وصعوبه في اجراء الجراحه. احنا ممكن نجري الجراحه والمريض على جنبه، مش لازم على بطنه صحيح، لكن برضه حتى الوزن ده بيخلي الجرح نفسه بعد الجراحه في صعوبه في الالتئام وفي مشاكل، في كتير بيبقى عرضه للميكروب اكتر من غيره. عوامل كتير قوي. فطبعا الوزن كويس شيء كويس. دكتور عبد الحليم، احنا بعد ما شرحنا كل الشرح التفصيلي ده، عايزه اعرف من حضرتك السؤال المهم اللي انا بختم بيه حلقتي في اي مجال، النصيحه حضرتك العامه ايه للانسان العادي عشان ما يتعرضش لحاجه اسمها غضروف، سواء غضروف رقبه او غضروف ظهر او ايا كان نوعه، وللانسان اللي هو اصلا عنده غضروف وبدا عمل فعلا جراحه، ودنيته او حياته او السيستم اللي هيمشي عليه ازاي؟ وده سؤال اللي عايزه. بالنسبه للشخص اللي هو ما عملش جراحه، الشخص العادي يعني، نيجي اولا بالنسبه للمنطقه العنقيه، مشكلتنا الحديثه دايما هي استخدام الموبايل. دايما الناس بتستخدم موبايل معطيه رقبتها باصه فيه فتره زمنيه طويله، وهو بياكل الوقت كتير، فالواحد ما بيحسش انه قاعد بالساعه او اتنين ثلاثه عليه. افضل وضع للرقبه هو الوضع المعتدل، لا محذوفه لورا ولا محذوفه لقدام، سواء كان قاعد او نايم او بيستخدم موبايل. يعني يفضل انه ينام على مخده في مستوى ظهره. يفضل لو قاعد في مكتب يكون رافع ايديه على بسنه. لو قاعد قدام تلفزيون نفس الموضوع، لو بيستخدم موبايل يرفعه لفوق برضه راسه تبقى مرتاحه على مسند، ده افضل وضع بالنسبه للمنطقه العنقيه. انها تبقى في وضع معتدل دايما في كل الاوقات، حتى لو هيقرا يفضل انه يرفع الكتاب لفوق ما يوطيهوش. او يوطي الكرسي بحيث يبقى مستوى القرايه مباشر، ما يضطرش انه يوطي رقبته، ده بالنسبه للمنطقه العنقيه. اما بالنسبه للمنطقه القطنيه فاكثر شيء ممكن يتعبها هي الوقفه الكتير او التوطيه والشيل. وبالذات لو التوطيه بشكل خاطئ. التوطية الصحيحة ان الشخص ينزل ظهره مفرود ويطلع ظهره مفرود، يبقى دايما الحركة من عند مفصل الفخذ ومفصل الركبة، هما الاثنين اللي بينزلوا وبيتنوا وبيتفردوا، ما يعتمدش على تني ظهره قوي، ده هيحافظ على عمود الفقري بقدر المستطاع. ده بالنسبة للعمود الفقري. اما الشخص اللي عامل جراحة عنقيا هو نفس الكلام تقريبا، برضه حافظ على رقبته في وضع معتدل اغلب الوقت. اما بالنسبة للفقرات القطنية فاحنا بنمنعه تماما من التوطية والشيل نهائيا لمدة 3 شهور بعد الجراحة. ده أمر بالنسبة له يعتبر ممنوع نهائيا لمدة 3 شهور. بعد 3 شهور يقدر يعمل ده، ولكن بشكل صحيح زي ما قلنا، ينزل ظهر مفرود ويطلع ظهر مفرود، ويحاول بعد الجراحة يحافظ على وزنه بقدر المستطاع، لأن زيادة الوزن هنا بتسبب آلام شديدة في الظهر، لأن الظهر بيكون أضعف شوية مما كان عليه قبل الجراحة. فبالتالي متابعة بقى طبعا حضرتك مع الدكتور، في متابعة دورية بيبقى عارفها العيان حسب نوع الجراحة نفسها، بيبقى لها متابعة دورية على حسب نوع العملية اللي اتعملت، ده شيء تاني خاص بالجراحه نفسها. لكن بنتكلم عن نصائح عامه لاي شخص عمل جراحه في الظهر او في الرقبه. دكتور عبد الحليم، انا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك جدا على المعلومات الجميله والمفيده لكل مشاهد دلوقتي بيشوفنا وبيسمعنا.
وان شاء الله باذن الله في حلقتنا القادمه مع حضرتك نتمنى ان احنا نوصل اكبر قدر كافي من المعلومات المفيده لكل مشاهد دلوقتي بيشوفنا وبيسمعنا. بشكر حضرتك جدا في هذه الحلقه. انا متشكر ليكوا جدا ونورتوني واهلا بيكم في اي وقت. دكتور شكرا ليك. اعزائي المشاهدين الى اللقاء في حلقه قادمه في برنامجنا حوار مع طبيبي كل ما هو جديد في عالم الطب. بشكر حضراتكم.